أطفال صغار يلعبون بالكرة، يقفزون بها في حاراتهم الضيقة. تمر مدرعات الجيش المحتل أمامهم وهم في براءتهم مستمرون. ثم تأتي سيارة خاصة تباغت الصغار، تلتف حولهم وكأنهم مطلوبون للعدالة الدولية. تنقض عليهم عصابات القوات الخاصة الإسرائيلية أو ما يسمى بالمستعربين، تخطفهم من الشارع بكل وحشية، ليلقى الصغار مصيرا محتوما بالاعتقال والإساءة وهم لم يتجاوزوا العاشرة من العمر. قصتهم لم تكن القصة اليتيمة، فاعتقال الأطفال في فلسطين المحتلة وخاصة في القدس أصبح سياسة ممنهجة تشهد عليها الشمس كل صباح، حيث تشير المراكز الحقوقية إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في منطقة سلوان وحدها منذ مطلع هذا العام وصل نحو 96 طفلة. بسرعة يالد خذي لي مسكيه وبطيه كريم التميمي طفل آخر هرب في الشوارع والأزقة لينقذ نفسه، لكن هيهات، فعشرات الخاطفين يلاحقونه. دوى صوت أمه صارخا بحرقة ولوعة، ما من مجيب. ما جريمتك يا كريم؟ ربما ألقى برضاعة ناسفة. أما حسن المحتسب، طفل من بين أطفال كثر، لم يجد الجلادون في سجن عنفر زي سجن على مقاسه، بل وحتى جسده القصير النحيل كان أصغر بكثير من الزنزانة التي وضعوه فيها بلا ضمير بقرار من محكمة عسكرية ينعق فوق منصتها سفاح في ثوب قاد. لم تكن حالات فردية أبداً، لم يكن الاعتقال وحده سيفاً على الرقاب. فمحمد الدرة طفل يقتل في حضن أبيه أمام الكاميرا، وهدى غالية طفلة تتمنى الموت وهي ترى كل العائلة أشلاء على شاطئ غزة. فهل ترعب هذه الطفولة إسرائيل؟ أم أنها أجبن من احتمال رؤية طفل يولد وهو يرفع سبابة الشهادة أو شارة الانتصار؟